للحديث أكثر عن تفشي الفساد الحكومي والذي تزايد مع تزايد نفوذ الميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، كل عام وأنتم بخير. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها تقول إن العراق أكثر دولة هربت أموالها للخارج. من المسؤول عن هذه الأموال المهربة منذ الاحتلال وحتى اليوم؟ حياكم الله وكل عام وأنتم بخير لكادر القناة ومشاهدي القناة الكريمة. الحقيقة الحديث عن الفساد المستشري في هذه الدولة ما بعد الاحتلال، لا نستطيع أن نبرئ الاحتلال من هذا الفساد العظيم الذي يتواجد في هذه الدولة، كونه أول من أرسى يعني أساسيات هذا الفساد في هذه البلاد هي الاحتلال الأمريكي، حينما سمح لمثل هؤلاء السياسيين الذين معروفين في تاريخهم يعني من العمالة ويعني العمل خارج البلاد، ومع ذلك هم أصبحت مقاليد الأمور بأيديهم. كذلك سبق الاحتلال بأن الأمريكان قد فرضوا حصارا خانقا على البلاد طيلة 13 سنة، جعل يعني الدخل للمواطن أقل بكثير مما يكسب كراتب، وهذه أيضا أحد العوامل التي جعلت أنه بعض الموظفين يضطرون إلى يعني أخذ الرشا، وبدأت يعني عمليات الفساد بشكل واسع ما بعد الاحتلال. لذلك كل هذا الفساد الذي نراه كان بدايته الاحتلال، ثم أتبعته يعني عمليات الفساد من قبل الأحزاب الموالية لإيران. الصحيفة قدرت الأموال المهربة من العراق ما بين 150 مليارا إلى 300 مليار دولار. هذه الأرقام الضخمة، كيف يمكن أن تهرب كل هذه الأموال من دولة من المفترض أن تكون بها أجهزة رقابية، أيضا منافذ حدودية، وأيضا كذلك ضوابط بنكية؟ أخي الكريم، يعني حتى هذا الرقم ربما هو رقم غير دقيق، يعني هناك تقديرات تقول أن الأرقام أكبر من هذا، يعني الرقم الذي ذكر التقرير. وأما يعني كيفية خروج هذه الأموال من دون أن تكون هناك يعني أجهزة رقابية ترصد خروج هذه الأموال، الحقيقة أن يعني خروج هذه الأموال هو يتم على عين هذه الأجهزة. هذه الأجهزة الرقابية والمنافذ الحدودية هي مسيطرة عليها من قبل الفاسدين نفسهم، وحتى هو ذكر التقرير بأن هؤلاء الفاسدين هم متفقون مع المعابر الحدودية، متفقين مع هذه الأجهزة الرقابية، وبالتالي هي منظومة فساد كاملة تستشري الدولة العراقية بكافة أجزائها، ومن ضمنها هي الأجهزة الرقابية. وإلا كيف يتم تفسير خروج مثل هذه الأموال الضخمة؟ الحقيقة يعني الأموال ضخمة جدا. يعني أستاذ نظير، النائب بهاء العرجي صرح أن أكثر من 20 مليار دولار للعراق موجودة في بنوك لبنانية مفلسة. يعني نتساءل يعني ما هي العلاقة التجارية التي تربط العراق بلبنان لكي تصل تحويلات العراق في البنوك اللبنانية إلى هذا الرقم؟ هي ليست علاقات تجارية الحقيقة، إنما هي علاقات غسيل أموال، وأيضا علاقة تكاتف ما بين المنظمات الإرهابية، سواء يعني حزب الله اللبناني الموجود في لبنان أو الميليشيات الإرهابية اللي متواجدة في العراق. لذلك يعني هي يعني عملية جديدة وبنوع آخر لغسيل هذه الأموال وتهريبها من العراق. ويعني النظام الإيراني أرسى هذا النظام يعني لتنقل هذه الأموال بين الميليشيات لدعم هذه الميليشيات واستمرارها بالعمل. وإلا يعني نحن قبل شهر كانت هناك فضيحة أخرى لمليار دولار تم وضعها يعني حكومة إقليم كردستان في أحد البنوك اللبنانية، وهذا البنك أشهر إفلاسه، وبالتالي يعني ضاعت أموال الإقليم. يعني حتى الساسة الأكراد لديهم يعني جزء واسع كبير من الفساد على حساب المواطنين سواء في كردستان أو عموم الشعب العراقي. صحيفة نيويورك تايمز اتهمت أمريكا بالمشاركة في تهريب هذه الأموال، وكذلك
منهجية نهب المال العام، ولكن حديث الأعرج عن أموال العراق في لبنان ألا يؤشر أن هناك شركاء آخرون في نهب أموال العراقيين؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني أنا أعتقد أن الاحتلال بنوعيه، سواء الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، لهم دور واسع في إرساء يعني هذه المنظومة الفاسدة. كذلك الآن ظهر لدينا موضوع الميليشيات، وهذه الميليشيات كما تعرف أخي عابر الحدود، هي لديها علاقات مع ميليشيات في سوريا، ولديها علاقات مع ميليشيات في لبنان واليمن، ويتم تدوير هذه الأموال ما بين هذه الميليشيات. ولكن الحقيقة هذه الأموال هي فقط من العراق، يعني كونه هو بلد نفطي يستطيعون يعني نهب هذا الخيرات هذا البلد وتوزيعها على هذه الميليشيات. لذلك هناك أطراف عديدة هي متورطة في هذا الفساد. يعني غير رغم العداوة المعلنة بين كل من الولايات المتحدة وإيران، لكن فيما يبدو أن هناك يعني مؤشرات تؤكد أن هناك روابط تربط تواجدهما في العراق. كيف تنظر إلى هذه الخيوط أستاذ نظير التي تتكشف عن الوجود الأمريكي الإيراني في العراق وهذه الاستفادة؟ هذا طبعا هو هذا الذي يتناقض مع التصريحات التي تعلنها الإدارة الأمريكية، كونها أنها هي تريد يعني تفرض حصار اقتصادي على إيران بشكل كامل، لكن هي تغض النظر عن غسيل الأموال الذي يحدث في العراق لصالح إيران ولصالح ميليشياته، وهي تتم على عين الأمريكان. يعني هناك أموال يعني كاش تأتي من الولايات المتحدة إلى العراق وتجد طريقها إلى مزاد العملة في بغداد، وهذه المزاد كل الأموال تذهب لصالح إيران وميليشياتها، وهي تعلم بذلك، لكن مع ذلك لم تقم بشيء يعني يغلق هذا الباب التي يعني تستفيد منه إيران. وبالتالي يوحي لنا بأن هناك تخادم ما بين الولايات المتحدة وأمريكا في نهب خيرات هذا البلد، وإلا فهي بإمكانها أن تغلق هذه الباب لو شاءت. الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري، نشكرك شكرا جزيلا.